بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن متصفحين يمكن التصفح عبرهما تصفحا آمنا، تأمن من التتبع وتأمن من الاختراق. طبعا لا يوجد هناك أمان بنسبة 100%، ولكنهما يعززان من أمانك، يعززان من أنك سوف تكون في أمان إن شاء الله. طبعا لابد حتى تكون في أمان لابد أن يكون لديك برنامج حماية عن الفيروسات والتروجنات وبرامج الاختراق، كذلك لا تدخل إلى مواقع مشبوهة، الملفات إذا قمت بتحميلها لا تفتحها إلا إذا فحصتها، الروابط لا تضغط على إلا الروابط التي تعرفها أو تفحصها قبل ذلك وما إلى ذلك. وهناك طبعا للحماية التصفح الآمن والتخفي هناك إضافات وهناك برامج وهناك الكثير جدا، ولكن لماذا لا نستخدم متصفحات نفس هذه المتصفحات تقوم بإخفائنا، تقوم بجعل تصفحنا مخفي، تقوم بجعل تصفحنا آمن. طبعا سوف أقترح عليكم متصفحين. المتصفح الأول اسمه سايبر دراغون، ها هو. طبعا تقوم بالضغط هنا تفتح معك صفحة جديدة بهذا الشكل، سوف نضغط حتى تعلمون. تأتي صفحة جديدة، تنتظر 5 ثواني هذه أن تذهب، ثم بعد ذلك سوف يتم التحميل معك، سوف يبدأ التحميل. انتظر قليلا، انظروا ها هو بدأ معي التحميل. طبعا أنا محمله سابقا لذلك لن أقوم بتحميله مجددا، ولكن أردت أن أقوم فقط بعملية كيف يتحمل، لذلك سوف أقوم الآن بمسح هذه الملفات. طيب عذرا، يبدو أنني لم أقم بإيقاف هذا التحميل. لا أوقفته، لقد شككت في الأمر. على العموم بعد ذلك سوف تجدون هناك ملف مضغوط، تقومون بفتح الضغط عن الملف وتدخلون إليه وتنزلون إلى هذا الملف سايبر دراغون، تضغطون عليه بالفأرة يمين، ثم تذهبون إلى إرسال إلى وتختارون سطح المكتب إنشاء اختصار، فيخرج معكم الأيقونة بهذا الشكل. طبعا هي أيقونة على شكل جاف. تفتحون المتصفح، طبعا لا يحتاج أي تثبيت، تفتحون المتصفح سوف يخرج لكم في الفتحة الأولى بهذا الشكل. يجب هنا أن تقوموا بفتح الإعدادات بهذا الشكل، طبعا بإمكانكم أن تقلقوها أيضا بالسحب أو لفتحها بالسحب أيضا. يجب في البداية أن تقوموا بضبط الإعدادات، إعدادات هذا المتصفح قبل استخدامه. هذه الخانة تعني الإعدادات العامة، ابقوها كما هي بدون أي تعديل عليها. هنا منع المواقع التتبع، مواقع التي تتتبعك يمنعها. هنا موجود الكثير جدا جدا، هو المتصفح قد أضافها بنفسه يعني. وهنا خيار الثالث التحكم في الكوكيز، طبعا بإمكانك أن تقوم بمسح الكوكيز بالضغط على هذا الخيار فيتم المسح. والخيار الرابع هنا بروكسي، بإمكانك أيضا أن تستعمل بروكسي خاص بهذا المتصفح بالضغط هنا Get Proxy، تنتظر قليلا، مرور 50%. طيب لا يوجد أي بروكسي، طيب نضغط من جديد،
لا يوجد. على العموم إذا كان هناك بروكسي تقوم باختيار البروكسي، بعد أن تختار البروكسي تضغط على Start Proxy، ومن ثم سوف تجده مطبق هنا. طيب خيار هذا يعني التشفير، يجب في التشفير هنا أن تضع علامة الصفح، طبعا أنا وضعتها من السابق، هي ليست موضوعة، يجب عليك أنت أن تضعها. هذا الخيار يعني التصفح عن طريق بروتوكول HTTPS كلما كان ذلك ممكنا، وهذا للحماية، ولا سيما إذا كنت سوف تدخل إلى مثلا موقع بنك أو موقع باي بال أو موقع يطلب بطاقتك الائتمانية ومعلوماتك وما إلى ذلك للحماية. هنا خيار هذا يعني الكاش، طبعا هو موضوع بهذا الشكل، تستطيع أن تمسح الكاش الآن، وتستطيع أن تضع علامة الصح هنا، طبعا علامة الصح هذه ليست موضوعة، تضع علامة الصح بحيث كلما أقلقت المتصفح يقوم بمسح الكاش، والأفضل أن تضعه على هذا الخيار نو كاش. هنا داونلود يعني الملفات التي تم تحميلها عن طريق هذا ماذا المتصفح. هنا يعني مركز الإشعارات ليس له داعي، ولا هذا الخيار أيضا، ولا هذا الخيار، ولا هذا الخيار. طيب الآن نرجع إلى المتصفح، ثم نقوم بكتابة ما نريده هنا والبحث عن. طيب هنا بإمكانك أيضا أن تضيف مثلا خانة، لو أنا الآن فتحت موقع، لنفترض الآن فتحت الشبح للمعلومات، أريد موقع آخر، ما الذي أفعله؟ آتي إلى فايل، أوبن نو تاب بهذا الشكل، أضغط على هذا علامة البيت، انتظر لحين أن يكون 100% هنا. طيب انتظر لحين أن تفتح الصفحة. على العموم الانترنت بطيء لدي جدا جدا. على العموم طيب ها نحن فتحنا الشبح كما ترون عن طريق هذا المتصفح كما ترون أمامكم الآن. طبعا تستطيع تحديث الصفحة، الرجوع، التقدم أو الصفحة الرئيسية. نرجع الآن. طيب المفترض أنه ذهب، نفتح صفحة جديدة. على العموم المفترض أن يفتح لي الصفحة الرئيسية لهذا المتصفح. طيب على العموم كانت لديكم فكرة عن هذا المتصفح. الآن ننتقل إلى المتصفح الثاني وهو EB. هذا المتصفح طبعا تستطيع تحميله عن طريق الضغط على داونلود EB Now هنا، ويتم تحميل معه. إذا تم التحميل تذهب وتقوم بتثبيت البرنامج، بعد التثبيت تخرج أيقونته بهذا الشكل، تقوم بفتحه، طبعا عند فتحه لنفتحه الآن، سوف يخرج لك بهذا الشكل، تستطيع هنا أن تكتب أي شيء للذهاب، مثلا جوجل أو اسم موقعك، أي شيء، طبعا كما ترون هو مبني على جوجل كروم، حتى أن الإعدادات لو أتيتم إلى هنا، عفوا سوف ترونها مثل جوجل كروم بالضبط، حتى هنا في الإعدادات كما ترون نفس جوجل كروم. طيب أنا ضبطت صفحة الزر على جوجل، لو ذهبت الآن ضغطت على جوجل سوف يؤدي بي إلى جوجل كما ترون. طيب نرجع الآن إلى نفس المتصفح كما ترون. هنا قمت
بفتح المدونة، مدونة الشبح للمعلوميات على هذا المتصفح. طبعا هذا المتصفح يمنع الإعلانات، لذلك انظر هنا مساحة الإعلانية أخفاها، أيضا هنا انظر أخفاها، هنا أيضا لا توجد. هذا من مميزات هذا المتصفح. أيضا هذا المتصفح يخفي تصفحك، وأيضا للأمان كما ذكرت. في اليوتيوب أو في الفيديوهات يوجد هناك خيار داونلود أيضا لتحميل أي فيديو، سوف تدخل عليه سوف تجد هذا الزر داونلود، بإمكانك أن تقوم بتحميل الفيديو عن طريق اختيار في البداية، اختيار من هنا الدقة المطلوبة اللي هي HD ولا MP4 أو حتى المزيد. طبعا المزيد لا يأتي، ربما فقط المسموح هذا وهذا في هذا الفيديو. على العموم تضغط داونلود ويتحمل معك. أيضا هناك خيار بروكسي هنا، إذا ضغطت عليه سوف يفتح لك. طبعا هنا موضوع على أوف، لو وضعته على ON بإمكانك تختار بروكسي أي دولة، هل هو مثلا هذه الدولة أو هذه الدولة أو كندا أو الولايات المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا أو الهند وما إلى ذلك من هذه البروكسيات. الفائدة طبعا أنا طبعا يتحول لك إلى اللون الأخضر كما ترونه. فائدة عن طريق البروكسي سوف تستطيع أن تتجاوز الحجب، يعني أي موقع محجوب سوف تستطيع الوصول له عن طريق هذا المتصفح. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.